عاملة 9 تاتوهات في جسمها وجوزها بيغير عليها. حبهم بدأ بنملة ووصل لهدايا ودعم كبير. اطمنت لحكايتها معاه لما حست انه شخص رحيم وحنين، وغيرت عليها مجنونة شويتين. اسرار آية سماحة وجوزها المخرج محمد السباعي حفيد وحش الشاشة فريد شوقي، ازاي عارف يوقعها في شباكه، وايه حكاية قلب حماتها اللي اتربعت جواه، وايه قصة التاتوهات والجسم الرشيق. كل دي تفاصيل وحكايات هقول لكم عليها في الفيديو ده. بيجيب ليها هدايا وبيحاول يفاجئها، وافقت تسيب كل حاجة وتتجوزوا من بدري، وقصة حبهم بقى بيتكلم عليها الناس كلها، حاجة كده في منتهى الرومانسية والعقل مع بعض، وزي ما بيقولوا كده لو هي المشاعر يبقى هو العقل والشهامة والجدعنة. قصة حب آية سماحة ومحمد السباعي ما خدتش وقت كبير علشان تتحول لجواز، بعد ما شافته بيتعامل مع نملة ازاي عملت كده وعجبت بيه بالشاب مفتول العضلات واللي شعره حلو وملامحه أمورة وابن ناس، وهو كمان حب فيها براءتها وشقوتها. ابن المنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقي وقع في حب آية سماحة وقرر بسرعة يتجوزها. حياة السباعي زي ما دايما بيتنادى أو زي ما مشهور مليانة تفاصيل، يعني هو صاحب العقل ورزانة كده بشكل أكبر من آية سماحة، رغم أنه منتج والدته واحدة من أكبر المنتجات في الوطن العربي وعيلته فنية كبيرة، إلا أن آية سماحة عمرها ما طلبت منه أو من والدته ينتجوا ليها، بس هو أكبر حد داعم ليها في الدنيا كلها، سواء بقى كان في دور أو تمثيل أو أي خطوة هي هتاخدها. آية دايما بتظهر حبها ليه قدام أي حد في الدنيا، لدرجة انها كانت هتتكرم مرة عن دور هي هتعمله، بس ما كانتش تعرف موضوع تكريمها ده هو كان مشغل ليها جوائز اوسكار في التلفزيون علشان تبقى تقلد الممثلين. لما طلعت على المسرح خافت ما تقولش اي حاجة بعد الجائزة للسباعي يزعل، فقامت عكة الدنيا والموضوع قلب كوميدي على اخر. حكاية الغيرة بقى، محمد السباعي غيرته صعبة ومش بيستحمل على اي سماحة الهوى، لما بيغير عليها بيحاول يتحكم في تصرفاته ويحكم عقله علشان يعرف يوصل ليها الموضوع ازاي. هي بتحب جسمها يكون مميز برشاقته واهتمامها بيه، وكمان بتحب التاتو ورسمة 9 تاتوهات في جسمها منهم واحد في مكان غريب. الهدايا بقى رايحة جاية بينهم والدنيا زي الفل، ما هو برضو بيحبها قوي، وكانت اول هدية جابها ليها بعد الجواز كانت موبايل وحطوا ليها تحت المخدة علشان تتفاجئ بيه، اما هي فكانت اكتر حاجة جابتها ليه تيشرتات سودا، ما هو ده لونه المفضل واغلب لبسه بنفس اللون. اهتمام آية سماحة مش بلبس السباعي بس، لا دي كمان باكله، ما هو على قد ما هي جسمها متناسق وتبان محافظة على وزنها الا انها بتحب الاكل جدا وبتطبخ بالسمنة البلدية، والناس القريبين منهم بيسألوها هي عملت فيه ايه وازاي بعد ما اتجوزها تخن كده، بيكون ردها اني باكل معاه من نفس الاكل بس هو بيتخن بقى وانا لا، هنعمل ايه؟ كمان بتطبخ بايديها وبتحب تبقى ست بيت وياكل من ايديها. اهل محمد السباعي بيحبوا آية سماحة جدا، والدته راحلة واخته قريبة منهم جدا، كانت بتتشرف بس ان اسمها يرتبط باسمهم، علشان كده دايما بتحب تنقي اعمال تليق باسم العيلة دي وتاريخها الكبير اللي ما بتروحش اي مكان الا لما تسمع عنهم كلام كويس يخليها دايما فخورة انها جزء منهم. رغم ان آية سماحة ومحمد سباعي متجوزين من كذا سنة الا انهم لحد دلوقتي ما عندهمش عيال، وده لان آية بتخاف جدا من تحمل مسؤولية زي دي على الاقل دلوقتي، وشايفة ان القرار ده صعب جدا، وانك تبقي مسؤولة عن بيت وكمان عيال لا دي كبرت قوي عليها. اما بقى هما الاتنين فمش بيحبوا الخناق خالص، آية شخصية فرفوشة ومحمد مش نكدي خالص، بس المفاجأة بقى اللي محدش يعرفها عن آية سماحة انها ممكن تخرج عن شعورها وتتعصب على اي حد لو جعانة، وبيتضايق لو حد قفل التليفون وهو نايم، وده اغلب المشاكل اللي بينهم. ناس كتير بتشوف ان قصه حب آية سماحه ومحمد سباعي لذيذه، بالذات ان مش رجاله كتير بتعبر عن حبها للستات اللي متجوزاهم، وكمان مش ستات كتير بتشكر في اجوازهم كده. في النهايه بقى ايه رايكم في العلاقه دي؟ شاركوني برايكم في التعليقات.